دعم طبعا كبير جدا لكابتن مصر من قبل وزاره الشباب والرياضه، وطول الوقت الحقيقه الدكتور اشرف صبحي لا يبخل باي طاقه ولا اهتمام ولا جهد علشان يكون بيطور من صناعه الرياضه بشكل عام، وطبعا الكوره اللي بتيجي في اهتمامات كل المصريين. وبتشرف النهارده يكون معانا في اللقاء في كابتن مصر معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف، منورنا النهارده. شكرا ميرسي، ربنا يخليك. ودايما موجود ودايما مهتم، والحقيقه دور الوزاره كبير جدا في اقامه البرنامج ده. هو انا اولا بشكر من تحت الشركة الوطنية على دورها معانا في وزارة الشباب والرياضة في المجالين، المجال الشبابي والمجال الرياضي. ثانياً أنا برحب بالجميع في جمهورية مصر العربية الجديدة. كرة القدم طبعاً في مشروع شغال ابتقاء المواهب ستار لاب، لكن المشروع اللي احنا فيه دلوقتي كمان مشروع كابيتانو، ده مشروع أمل كبير جداً. مشروع أمل احنا بدأنا فيه مع الخبراء الموجودين اللي يعني هم كمان فرحانين بالبرنامج وعندهم طاقات إيجابية لينا وللاعبين، مع جهد اللجنة العلمية في وزارة الشباب والرياضة تم الانتقاء، كان الهدف من 6 محافظات 120 لاعب. الحقيقة لما كثافة شفناها كبيرة جدا لمحطات الانتقاء بقى الدبل، وسعنا الساعة للاستقبال اللعيبة. المواهب يعني بحكم طبعا الخبراء اللي موجودين بيقولوا لعيبة الكورة والمدربين مواهب عالية جدا في مراكز اللعب المختلفة. أحيانا بنشوف، أنا مش خبير كورة لكن اشتغلت يعني فوتبول مانجمنت وفي نفس الوقت يعني بحكم العمل يعني، لكن بنشوف أحيانا بيكون المنتخبات القومية وهي المقياس، بيكون في ندرة في الهداف، أحيانا بيكون في ندرة في حارس المرمى، أحيانا في ندرة في الباك شمال أو باك يمين. إذا المراكز اللي موجودة هيتم دعمها للمستقبل بالولاد اللي موجودين، سيما إن هم لسه مش منتمين لنادي معين والفرصة قدامهم سواء لبره مصر أو لجوه مصر. أكيد. قربني أكتر من حضرتك كمشجع كورة، كفرجة على الكورة، مين اللعيبة اللي كنت تحب تتابعهم من وأنت صغير؟ مين الأساطير اللي تأثرت بيهم؟ يعني علاقتك بالكورة أكتر عاملة إزاي دكتور أشرف؟ صغري كان في جيل اللي بنشوفه حسن شحاته والخطيب وفاروق جعفر وطبعا علي ابو جريشه وسيد بزوكا، يعني مجموعه من الاسامي اكيد والترسانه والاتحاد والنجوم الكبيره دي، وكان الموهبه بتسبق لان طبعا ما كانش في الاعلام والمواقع بالشكل ده. احنا دلوقتي الوضع اختلف، المساحه كبرت، عدد المنشآت الرياضية والأندية كتير جدا، مراكز الشباب اتطورت داخل مصر، يعني التكنولوجي بقت موجودة، التسويق لنفسك اختلف، التسويق اختلف. فدي كلها أدوات لازم احنا نتعايش معها لغة العصر. تمسكنا ان الدولة المصرية تستمر بشكل كبير جدا ونخاف عليها، ده بيتم في الرياضة تخطيط بشكل علمي بصفة خاصة، ان خلاص طالما كمان يعني دارس لهذه العلوم وبنستخدم علومنا بشكل طبيعي. كمان اتحدنا مع يعني منصة إعلامية كبيرة، وإحنا كمان وزارة كبيرة، نقدر ننتج يعني منتج يليق باسم وشكل الجمهورية الجديدة بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منورنا، ودعم حضرتك دايما بيكون واصل، وإن شاء الله نكون مستنيينك في بقية أيام كابتانو مصر، ودايما كده تكون حاضر ببصمتك على المستوى الدعم سواء مادي أو معنوي، عمر ما الوزارة تكون بتأثر مع نجومك بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك على روحك. شكرا. طيب شكرا.